بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هتكلم معاكم النهارده في موضوع أنا عارف إن الفضيلة دي موجودة عند كل اللي حاضرين، بس يعني بنراجع عليها مع تقدم العلم والضغوط اللي في الحياة والتقدم العلمي الشديد قوي وكل ما في العصر من حوالينا من حاجات كتير ممكن تخلي فيه ضغط علينا كلنا، فأصبح في فضيلة عند البعض بتقع اللي هي إيه؟ فضيلة طول الأناة، وهي الحقيقة ثمرة من ثمار الروح القدس، بس هي فضيلة صعبة لكنها جميلة ومميزة. يقول كده: أما ثمر الروح ومنهم إيه؟ طول الأناة. الحقيقة ما فيش واحد ما مرش في موقف فقد فيه أعصابه، ولما قعد مع نفسه كده يراجع نفسه حس إيه؟ أنا تسرعت، كان لازم بالي يبقى إيه؟ أطول شوية، ودايما يبقى فيه إحساس ندم، أنا ليه تصرفت التصرف ده؟ حتى ساعات لما أتفرج على حاجات فيها برامج بتجيب الناس اللي بتقع في جرائم صعبة شوية، لما المقدم البرنامج يسأله أنت عملت كده ليه؟ يقول إيه؟ مش عارف، أنا تسرعت. فالحقيقة مواقف كتير قوي بنحتاج نراجع نفسنا فيها، أنا ليه بالي ما كانش طويل؟ يحكوا كده عن القديس الأنبا مكاريوس أنه مرة كان ماشي وسابقه تلميذه، سابقه بمسافة يعني، فقابل، يقول كده بوستر رهبان، قابل كاهن أوثان، فطبعا لما التلميذ شافه رماله شوية كلام من الكلام اللي هو ما يبقاش ظريف وبيعاير أنه هو بيعبد أوثان، فكانت النتيجة أن الرجل بتاع الأوثان ده اتعمل فيه إيه؟ ضربه حتة علقة وكسره. بعدها بشوية جه بقى الأنبا مكاريوس فات عليه، فلما قابل الكاهن بتاع الأوثان قال له إيه؟ السلام لك يا رجل النشاط، وابتدى إيه؟ يمدحه، فقعد معاه لأن الكلام الحلو دايما يجذب، فقعد معاه يتعرف عليه، سمع منه كلام حلو، اتعرف على ربنا، في الآخر إيه؟ تاب وآمن واتعمد. فكأن دايما الكلام الحلو يجذب. عشان كده تعالوا كده من النهارده نبتدي نتكلم أول حاجة يعني إيه أبقى طويل الأناة؟ إزاي أبقى طويل الأناة؟ أو الأول إيه معنى طول الأناة؟ وإزاي تبقى عندي الفضيلة الحلوة الكبيرة قوي دي اللي ممكن تخليني أتحاشى؟ على فكرة الإنسان اللي ما بيبقاش عنده طول الأناة دايما بيبقى إيه؟ عصبي يعني، فتبتدي تظهر له مشاكل كتير، يبقى عنيف، يتخانق كتير، يفقد الأصدقاء، اجتماعيا ما هوش حلو، مش مقبول، روحيا هتلاقيه مش مظبوط. عشان كده أول حاجة عاوز أقولها معاكو إزاي أو إيه معنى طول الأناة. الحقيقة أربع حاجات. أول حاجة إن الإنسان يبقى ثابت ويصمد أمام الضغوط اللي محطوطة عليه من غير ما يغضب ولا يفكر في الانتقام. ده أول معنى للإيه؟ لطول الأناة. إزاي تبقى ثابت وتبقى صامد قدام الضغوط بتاعت الحمل التقيل اللي عليك بدون ما تغضب ولا تفكر في الانتقام. وطبعا ده صعب قوي في الظروف اللي احنا فيها، لسه شايفكم من شوية بتسألوا على 11-11، واللي عنده في البيت مشاكل، الفلوس مش مكفية، المصاريف مش مكفية، الراتب مش مقضي، دروس الولاد، الأحفاد مشاكلهم، حاجات كتير دايما مخلية ايه؟ عليا ضغط. ازاي اقدر في وسط كل هذه الظروف يبقى بالي طويل؟ هو ده اول حاجة من معاني طول الأناة، في وسط ضغوط اللي حواليك الكتيرة دي، اللي للأسف بعد ما الحياة المدنية ادتنا حاجات كتير تخلينا نبقى عندنا مفروض ان احنا مريحين، لكن بالعكس زودت علينا الضغوط. اديكم مثال: لو واحد مننا الريموت بتاع التلفزيون
بطارياته فضيت، احيانا بيبقى ضغط، مع ان المفروض ان الريموت دوت اتعمل عشان يبقى ايه رفاهيه شويه، ان انا ما اروحش رايح جاي رايح جاي على التلفزيون، بس لما فضيت البطاريه حصل ايه؟ ابتديت ابقى عصبي. لو واحد نسي الموبايل نفس الكلام، كنا زمان عايشين من غير موبايل، لكن مع تقدم العلمي ومع الحياه الحديثه ابتدينا نحصل ايه؟ ان الضغوط علينا تتشيل. وعشان كده ساعات احنا اللي ندور على الضغوط وننخفس عليها، يعني تلاقي مثلا ايه على مستوانا كستات احيانا ندور على حاجه في المطبخ يمكن انا مش شايف انها هتساعدني في المطبخ، بس تكلفتها تبقى عاليه قوي، حلل مش عارف طالعه جديده باسعار قد ايه، مش عارف حاجات كده جديد كتير قوي في الادوات اللي بتستخدم في المطبخ، وابقى بجيبها علشان المفروض انها ايه تساعدني، لكن لو انا بجيبها حطت عليا ضغوط فتخليني دايما عصبي لان مش قادر اسدد ثمنها، عليا اثرت عليا حاجات كتير قوي فتخليني دايما عصبي. فاول حاجه ممكن تخليني افقد فضيله طول الاناء ايه؟ الضغوط اللي عليا. الضغوط اللي عليا دي بتخليني دايما انه ابقى افقد فضيله طول الاناء. لا اكثر من كده، ان الانسان احيانا يتوقع من نفسه حاجات فوق طاقته، عشان كده الكتاب يقول لنا ايه؟ لا ينبغي ان يرتقي الانسان فوق ما ينبغي ان يرتقي. زي مثلا واحد شاب امكانياته في الدراسه محدوده، لكن هو بيتطلع ان هو يخش احسن كليه وماله، بس ده حط عليه ضغط جامد قوي خلاه يبقى متنشن متوتر، فلما يخش الامتحان ما يحلش حاجه خالص. حلو ان يبقى عندي طموح، بس لازم انا بعرف امكانياتي. واحد ملوش خالص خالص في الرياضه وقرر يخش رياضه، واحد ملوش خالص في الحاجات العلميه وقرر يخش علمي. اوعى كمان برضو حتى في حياتنا العاديه في البيت في الحياه تعيش في مستوى، تختار مستوى اعلى من امكانياتك، ده هيحط عليك ايه؟ ضغوط شديده. وده موجود في بيوت كتير قوي، ويسبب مشاكل ويسبب خناقات، ان يبقى في حد في البيت عاوز يعيش ايه؟ فوق امكانياته. انت معاك قد ايه؟ عاوز تعيش بقد ايه؟ طول ما انت دايما حاطط على نفسك ضغوط اكيد هتبقى ايه؟ عصبي، وتفقد فضيله طول الاناء. عشان كده من ضمن الحاجات اللي احيانا يبقى حد في شغله كان ماشي زي الفل ويتطلع فوق قوي، فيروح ياخد قرض من البنك بمبلغ كبير قوي، وبعدين تحصل ظروف في زنقه مش قادر يسدد القرض، يحصل ايه؟ يحصل بقى ان هو يتنرفز على اللي معاه في البيت وعلى مراته وعلى عياله، وتبتدي تحصل مشاكل في البيت. ليه؟ لان هو اللي دخل نفسه في ضغوط. عشان كده اوعى واحنا قاعدين في حياتنا العاديه في بيوتنا نبقى دايما ندخل نفسنا في ضغوط. حقيقي الحياة فيها أصلا ضغوط لوحديها احنا ما بنخشش، فتكفينا هذه الضغوط، بس هو انت نفسك تضغط تدخل نفسك في ضغوط إضافية وزيادة وتحملك أحمال ثقيلة أكتر من إيه؟ الضغوط اللي الدنيا أصلا بتدخلنا فيها. بولس الرسول يقول كده: مكتئبين فكل شيء، لكن غير متضاقين ومتحينين لكن غير يائسين. فيبقى لو كل واحد في حياته في صليب ربنا سامح بيه أو في ضغوط في حياته، فهذا يكفيه وما يدورش على ضغوط أكتر من كده، ويبتدي يبقى مبسوط ويشيل الضغوط اللي في حياته ويصلي ربنا إنها إيه؟ أنا بس أقدر يا رب اديني فضيلة طول الأناة والاحتمال عشان الضغوط اللي في حياتي. فاكرين قصة أم السيد؟ كان عندها ضغط جامد من جوزها، وهذا الضغط كان عبارة عن ان الراجل كان بيضربها بيعملها وحش وبيشتمها وما بيجيبش فلوس وحاجات كتيرة قوي، لكن كانت دايما هي عندها ايه؟ طول اناة واحتمال خلاها في الاخر تكسب هذا الانسان. مش كده؟ تاني معنى من معاني طول الاناة انك تغفر الاذى لمن كنت تنتظر منه الكثير. تغفر الأذى لمن كنت تنتظر منه الكثير. وما فيش أكتر من اللي تنتظر منه الكثير: جوزي، بنتي، ابني، قريبي، زميلي في الشغل اللي بيخدم معايا. احنا أحيانا نفقد طول أناتنا لما نبتدي نتوقع أن اللي قريب مني هيعملني حلو، فأول ما عملوش حلو ما يعملنيش حلو
او ابتدي الاقي فيه مشاكل منه او في تعامل سيء منه، يحصل ايه؟ افقد طول الانا وابتدي اتعامل وحش. لو زميلتي في الخدمه اللي بتخدم معايا حسيت انها بتتعامل معايا وحش، بعمل ايه؟ بتنرفز عليها. لو زميلتي في الخدمه نازله معايا افتقاد وكنت متوقع انها تساعدني، او انا بقول درس كنت متوقع انها تساعدني، على طول بفقد طول اناتي. طب اللي اكتر بقى، جوزي اقرب واحد ليا وكان بيعاملني وحش، ابتدي افقد طول اناتي وابتدي اتنرفز وارد الكلمه قدامها كلمه لغايه لما البيت بيخرب. عشان كده دايما خلينا لما يبقى في انسان انا متوقع ان يبقى في تعامل حلو مني منه ليا، لو ما لقيتش دوت ما فقدش طول اناتي ويبقى عندي صبر وطول انا. فاكرين ابراهيم ولوط مين اللي كان الكبير فيهم؟ ابراهيم. وكان الطبيعي اي واحد لو هو في المكان بتاع ابراهيم، وهم لما الرعاه اختلفوا وعاوزين كل واحد يختار الاراضي اللي تبعه، كان الطبيعي ان لوط يقول لابراهيم ايه؟ انت اختار الاول، او حتى ما يخلوش يختار يقول له لا ده انت الكبير اختار، خد الحته الحلوه. لكن لوط عمل ايه؟ اختار هو واختار الجزء الحلو المميز، ابن اخوه اللي كان المفروض يبقى على الاقل في احترام للسن، احترام ان انا. لكن ده ما خلاش ابراهيم ايه؟ يفقد طول اناته ويتعامل مع لوط بمنتهى الحنية والصدر الرحب، لدرجة إن لما هتيجي الظروف وتسمح إن بعض الملوك يهاجموا على الحتة اللي كان قاعد فيها لوط وياخدوه كده رهينة وأثير ويبقى خلاص كان مصيره إنه يبقى عبد، مين اللي عنده طول أناه وما بيبقاش بيتعامل بشدة وينسى كل حاجة حلوة أو ينسى إن ده ابن أخويا ويبتدي طول الأناه يفقدها؟ مين اللي اتعامل على طول بكل الحنية وراح جري وراه وأنقذه ورجعه ورجع له كل أملاكه؟ إبراهيم. لو واحد فينا بقى مكان إبراهيم كان هيعمل إيه؟ هنا تظهر عدم طول الأناة. هقول إيه؟ لحظة الانتقام، لحظة إن أنا أوري له إن هو ظلمني في وقت من الأوقات، قد إيه إن هو كان قريب مني وخد الحاجة وما قدمليش اللي أنا كنت أتمناه. كتير قوي بنقع في نفس الموقف دوت مع ناس حوالين. لو انا كنت اتوقع من صاحبتي اللي انا طول النهار كنت بخدمها وكنت بجاملها وكنت بجيب لها وكنت بعمل معاها وكانت لما تتعب اسال عليها، وانا يوم ما عييت او تعبت او ما جيتش كم مره ما سالتش فيا، تيجي بقى على طول لحظتها ايه؟ لحظه ايه؟ الانتقام، وما يبانش هنا فيها طول الاناء. الانسان اللي عنده طول اناء على طول يبقى عنده غفران للأذى اللي حصل، خصوصا من الإنسان اللي كنت أنتظر منه الكثير. تعالوا شوفوا كده واحد زي بولس الرسول يقولوا كده لما راح في روما وقعد فيها سنتين، والحقيقة كان مستني إن القضية بتاعته تقعد، فيقول لنا كده بولس الرسول الإيه؟ في احتجاجي الأول لم يحضر أحد معي بل الجميع تركوني. بولس الرسول اللي كان طول النهار يلف ويفتقد ويكرز ويعمل لنا تلاميذ ويعمل لنا يسيب هنا ناس ويبتدي يبعت لهم رسائل، لما احتاج حد في المره الاولانيه حد سال فيه؟ حد سال فيه. لكن هو رد فعله بقى بعد ما قال كده قال ايه؟ لا يحسب عليهم، مش هفتكرها خالص، ولكن الرب وقف معي واواني لكي تتم بي الكراسة. اللي عنده طول الأناة يعمل مع بولس زي ما عمل بولس الرسول كده. الناس سألت عليا، الناس افتقدتني، الناس لما أنا جملتهم ردوا لي، يعمل زي بولس بالرغم أن ما حدش سأل فيه خالص، بس هو قال إيه؟ مش هحسبها لهم، مش هفتكرها خالص، يكفيني أن ربنا كان إيه؟ معاني ونجاني وقف جنبي. يبقى أول حاجة كانت الصمود تحت الضغوط بدون ايه؟ منطق. تاني حاجة ان الغفران الاذى لمن كنت انتظر منه كثير. تالت معنى من معاني طول الاناة الاستمرار في عمل الصالح دون يأس، زي ما عمل كده ايه؟ ام السيد.
حقيقة أحيانا الواحد يعمل خير 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 خير، يفضل يعمل خير مع حد وبعدين ما لقاش الإيه؟ أي تغيير، فيعمل إيه؟ يبيع القضية. يعني إيه يبيع القضية؟ خلاص ما منوش فايدة، مش هعمل كده تاني، هفضل أتكلم أتكلم كلمة ما بقاش يجيب إيه. فده ألمسها كتير في خدمة الإيه؟ الإدمان. نقعد نشتغل مع شاب ونعالجه وندخله، وممكن يكون معاهوش ونصرف عليه وخدام تلم له فلوس، وقعدنا كتير شهور وبعدين طلع شويه وراح ايه؟ وقع، فنعمل معاه تاني. بعد كم مره تلاقي الناس البسيطه تقعد تقول ايه؟ ما منش فايده، ده خلاص. فاكرين القديسه مونيكا قعدت كم سنه بتصلي من اجل ابنها اغسطينوس لدرجه الاسقف يقول لها ايه؟ ابن هذه الدموع لا يمكن ان يهلك. قعدت سنه ولا اتنين؟ سنين كتير، يقولوا 25 سنة يقولوا 30 سنة، المهم انها سنين كتير، وفي الآخر نالت اللي هي عاوزاه وتاب وتحول إلى إنسان قديس. أوعى نفقد الأمل ونبتدي ما نعملش الصالح أو عمل الصلاح لما حاولنا كتير مع شخص أو مع حد ولقيناش نتيجة. خلينا دايما عندنا رجاء. فاكرين التلاميذ المسيح يعمل معهم ما يعمل، ولكن هم دايما كان عندهم ايه؟ الفكر كان لسه ما كانش مظبوط، لدرجه يجي يوبخهم في مره من المرات، بل الاكثر من كده بطرس يجي بعد كل اللي عمله دوت وانت ويجي وفي الاخر يعمل ايه؟ ينكره. لكن كان ربنا دايما يعمل معاهم ايه؟ ما فقدش فيهم الامل. انتوا اللي هبني عليهم، انتوا اللي هتكرزوا في العالم، انتوا اللي هتطلعوا تنشروا الايمان في العالم كله. وينال في الآخر ما تمناه من خلال ال 12 واحد أو ال 11 واحد اللي كان باني عليهم أمال إن هم يكرزوا في العالم كله، وفعلا يكرزوا في العالم كله. عشان كده خلينا دايما نبقى وإحنا بنتعامل مع أي موقف يبقى عندنا طولة بال إن إحنا نستمر في تقديم عمل الخير، حتى لو كانت كل الحاجات تقول إن إحنا لازم نيأس. رابع معنى من معاني طول الأناة توقع النتائج سريعا. يعني أنا رحت قلت حاجة أو عملت حاجة أنا متوقع نتيجة إمتى؟ على طول في وقتها؟ لا الحقيقة. نوح قعد 120 سنة مستني النتيجة ومستني يقول اتحقق اللي هو كان بيقوله لربنا، قال أنا في طوفان هينجي. 120 سنة، مين فينا ممكن يصبر 120 سنة؟ مش لازم في المشاكل اللي أنا فيها اللي محتاجة طول اللي أنا هستنى 120 سنة، بس أحياناً إحنا بنبقى مستعجلين لدرجة إن إحنا مش مستنيين يوم واحد. عندي ظرف، عندي حد في البيت محتاج صلاة، عنده مشكلة ومحتاج إن هي أنا أشوفها بتتحل. صليت لربنا وما تحلتش، ما تحلتش بسرعة. أعمل إيه؟ خلي عندك طول أناة. خلي عندك دايما انه ربنا ما بيتعاملش بالوقت. قال كده صلوا كل حين ولا تملوا. انت قدم الصلاه ولكن الحل ما تستنهوش بسرعه. ربنا قعد قد ايه علشان يتمم في ملء الزمان يجي؟ وده هو قال كده من اول لحظه. نسل المراه يزهق، لكن قعد قد ايه من وقت ادم لغايه مجيء المسيح؟ حوالي 5000 سنة. 5000 سنة بيعد البشرية ان يجي ظروف فيها يلاقي فيه العذراء مريم وفيه يوحنا وفيه كل دوت. فاوعي تستعجلي النتائج. حاولتي مع جوزك كتير، حاولتي مع ابنك كتير، حاولتي مع بنتك كتير، حاولتي مع اختك كتير، ما تستنيش نتائج بسرعة. يقولوا كده من الامثلة اللي ادوها حلوة قوي، ان ربنا ما خلقش الخليقة في يوم واحد، وكمان الجنين في البطن يقعد 9 شهور عشان يتكون ويبقى كامل، ولو اتولد بدري بتبقى فيه احيانا اعضاء لسه ما اكتملش نواه. كل حاجه عاوزه وقت. الزارع اللي بيزرع في التربه عاوز ايه؟ عاوز وقت. لكن لو رمى البذره عاوزه تطلع في لحظه سمراء فيقطفها، مفيش حد يقول كده ومحدش يقدر يتخيل كده. يبقى 4 معاني لطول الأناة أرجعهم معاكم. أول حاجة إنك أصمدي تحت الضغوط والحمل التقيل بدون ما تفكري تنتقمي. نمرة 2، اغفري الأذى لمن كنت تتمني منه إن هو يقدم لك خير وما قدمش. خلي عندك طول أناة واستحمليه. نمرة 3،
خليكي دايما استمري في عمل الصالح حتى لو ما لقيتيش نتيجة وما تيأسيش. نمرة 4، اوعي تستعجلي النتائج بسرعة. ده يساوي على طول لو احنا عندنا الاربع معاني دول يبقى عندنا ايه؟ طول أنا. ازاي بقى احصل عليهم؟ 5 نصائح. اول حاجة، سلمي ارادتك لربنا. يعني احيان كتير الانسان اللي مش عنده طول أنا ده بقى ايه؟ متذمر على ربنا، متذمر على الروح القدس اللي جواه، ما بيسلمش مشيئته لربنا. طول ما انت او انت ما بتسلميش ارادتك ومشيئتك وحياتك وكل حاجه في حياتك لربنا، طول ما هيبقاش عندي ايه؟ طول أنا. كتير قوي يتذمر على مستوى الاجتماعي، كتير قوي يتذمر على الراجل اللي ربنا سمح ان انا ارتبط بيه، كتير قوي يتذمر الواحد مننا على حتى عيالي، على الوظيفه، على الشقه، على وعشان كده يبتدي تبقى فيه مقارنات. شوف اختي عندها ايه، شوف مش عارف جوزها جاب لها ايه. سلم بما هو عندك اللي ربنا سمح ان هو يديهولك، حتى لو كانت حاجه مش حلوه قوي في نظرك، لكن بمرور الوقت هتكتشف ان ربنا اداك انسب حاجه ليك. وده اللي حصل مع ابراهيم ولوط. لما سلم وخد الحته اللي هي ما هياش كويسه، تمر الايام ويكتشف انه الخير اللي عنده اكتر كتير من الخير اللي عند الاخر. بل الاكثر من كده، ان الاخر دوت تتحول المدينه الى ايه؟ ربنا يسمح انها تتحرق وتتحول الى مكان ما فيهوش غير ايه؟ الموت. ارضى باللي عندك وسلم ارادتك لربنا وقول اشكرك يا رب على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال. الانسان اللي بيسلم كل شيء في حياته لربنا حتى لو ما كانش كويس، هو دوت اللي بيقدر ينال فضيله الطول الأناة. نمرة 2، انه افتكر دايما، كان دايما البابا كيرولوس يقول كده مقولة جميلة قوي، حينما يشتد الليل ظلام اعرف ان النهار على الابواب. يعني ايه؟ لما الدنيا تظلم قوي معاك او معاكي، قربت هانت. كان دايما البابا شنو ده ليه مقولة، هيقول لك ايه؟ مسيرها تنتهي. يقول لي مسيرها تنتهي. احيان كتير قوي عصبيتنا وعدم طول أناتنا ان احنا فاكرين ان ملهاش نهاية. لازم ليها نهاية، ولازم النهار هيطلع. كنيسة في اول عصورها تعرضت لألمات شديدة، كانوا بيصلوا فين؟ في المغاير والقبور تحت الارض، كانت حاجة صعبة جدا، والظروف اللي كانوا بيصلوا فيها كانت صعبة قوي كده. قعدوا كده كتير، قعدوا تقريبا اكتر من 3 قرون، لكن في النهايه ربنا سمح ان يجي الامبراطور قسطنطين ويسمح ان الديانه المسيحيه مسموح بيها. المسيحيه مش هنيجي جنبه. فتبتدي الناس بعد ما قعدت قرون تحت الارض تطلع فين؟ فوق الارض. جايز ما تشوفش ده بعينيك في الوقت الحالي، لكن اكيد مسيرها هتنتهي. كل ما الانسان يبقى فاكر المقوله دي وهو في اي مشكله او في اي ضيقه، مسيرها هتنتهي ومسير النهار يطلع، كل ما يبقى ايه؟ بالي طويل وعندي طول أنا. يقول كده، واذ سرت في وادي ظل الموت. ما قالش وقفت، انت ماشي في وادي ظل الموت، مستمر في وادي ظل الموت، عمر ما هتقف، عمر ما الضيقه هتنتهي. لكن وانت ماشي أكيد إيه؟ ربنا هيوصلك للنور وبصيص الأمل اللي هيبتدي يزيد 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 لغاية لما النهار يطلع. يبقى عشان أكتسب فضيلة طول الأناة، نمرة 2، بعد ما قلنا أول حاجة إيه؟ سلم حياتك. نمرة 2، افتكر إنها مسيرها تنتهي. نمرة 3، أوعى تفقد ودعتك ومحبتك لما تبقى داخل مشكلة. خليك دايما محتفظ بوعدك. يقول كده، خلينا ربنا يدينا مثال يورينا قد ايه هو باله طويل، مش بس طول تاريخ البشريه، وهو على الصليب
كان ممكن بعد الآلام الشديدة اللي تعرض لها طول فترة المحاكمات وهو على الصليب، كان ممكن لما يبقى يفقد في لحظة ودعته ومحبته للبشرية، لكن هو بالعكس يعمل إيه؟ يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. طول أنا عجيب قوي. خليك برضو لما تخش جوه مشكلة اوعى تفقد ودعتك وتفقد محبتك، بل اوعى تفقد وقارك وأدبك. أحيان كتير قوي لما نخش جوه حاجة ضغط علينا تبتدي البق واللسان يطلع ايه؟ كلام نندم عليه. عشان كده ياما بيوت اتخربت والزوجة والزوجة انفصلوا بسبب ايه؟ كلمة طلعت، لفظ طلع في لحظة ايه؟ الغضب وعدم طول الأناة، ويبتدي الكلمة او اللفظ ده يعمل جرح كبير، الطرف التاني بيبقى صعب ان هو ايه؟ ينساه او يداويه. عشان كده خليك مهما انضغطي ومهما اي واحد انضغط مننا، حاول وانت مضغوط ايه؟ اوعى تفقد ودعتك واوعى تفقد محبتك، علشان ده ممكن يكلفك كتير. فاكرين القصه بتاعت ابيجايل مع داود؟ ابيجايل جوزها نبال ده راجل غني جدا، وداود كان عمل معاه حاجات حلوه في الماضي، وبعدين لما ظروفه بقت وحشه طلب منه ان هو يساعده. حصل ايه؟ رفض، ورفض بطريقه وحشه قوي. هنا داود كان ممكن يفقد طول اناته. مين اللي انقذه؟ أبيجايل. عملت ايه؟ راحت رايحه جايبه هدايا، وراحت قالت له ده انا اعتبرني عبد وسامحني وشيل ده كله اللي عمله فيك وحطه على. فقال لها ايه بقى؟ انقذتيني وانقذتي ايدي من ايه؟ من الدم. وكان هيفقد ودعته ويفقد ده داود اللي ياما عمل وقدم، وكان عنده طول انا كتير قوي مع حاجات كتير قوي كان بيعملها شاول، لكن في اللحظه كان هيفقد، ويفضل طول عمره بقى يندم على انه عمل ايه؟ قتل، وايده بقت ملوثه بالدم. خلينا نبقى دايما من غير ما حد يبقى بيعمل معاك كده زي ما ابيجايل عملت مع داود. اوعى واحنا بنغضب نعمل حاجه نبتدي نندم عليها طول عمرنا. ثلاثه، يبقى احتفظ بودعتك واحتفظي بمحبتك للآخر مهما ضغط عليك. نمر 4 عشان نكتسب فضيلة طول الأناة، الصلاة. مفيش أقوى من الصلاة. فاكرين المعجزة بتاعت نقل جبل المقطم؟ كان ضغط جامد على الكنيسة، لو الجبل ما اتنقلش كله هيموت. طلعوا كل ده فين؟ في الصلاة. صلوا بإيمان، صلوا بقوة، صلوا وصاموا، فكانت النتيجة ربنا أنقذهم من الحمل والضغط الشديد اللي دخلوا فيه. كان ممكن يا إما يبقى الناس يتهرب، يا إما يبقى ليهم ده رد فعل عنيف. وعشان كده دايما الإنسان المحب للصلاة اللي طلع كل همومه في الصلاة، اللي ينقل كل المشاكل اللي على كتفه لربنا ويقول له تعالى بقى أنت حل، هتلاقيه دايما إنسان طويل الأناة. تعالوا إلي يا جميع المتعبين وأنا أريحكم. يقول كده إيه؟ هو حقيقي قال ما فيش إنسان ما عندوش صليب في حياته، من أراد أن يتبعني يحمل صليبه إيه؟ ويتبعني، لكن إيه؟ أنقذك فتمجدني. عشان كده كانت من جمال الحاجات الجميلة الحلوة قوي اللي كنا نتعلمها من ربنا إحنا في البابا شنودة، إن لما يبقى في مشكلة كبيرة قوي تتعرض ليها الكنيسة وضغط جامد، كان يعمل إيه؟ خش يقدر يعتكف ويصلي فتتحل المشكلة، لكن يلجأ لأي طريقة تانية، ولا عنف ولا يقابل ولا يبقى ولا حاجة من الحاجات دي. كلنا عارفين القصة بتاعت أحد الشيوخ اللي كان دايما يبقى بيوجه كلام مش ظريف للكنيسة، يصلي من أجله، فتمر الأيام ويحصل إيه؟ بالعمل الطيب وطولة البال يبتدي لما يروح يزوره يتحول هذا الإنسان ويقدم كلام جميل للكنيسة كلها، مش للشخص بس اللي كان بيتعامل معاه. 5، طول الأناة يحتاج لانسحاق قلب، يعني يبقى الإنسان يبقى متواضع. ما تخليش كل كلمة تمس ذاتك تعمل إيه؟ تفقدني طول الأناة.
حقيقي ممكن تبقى احيانا الاساءه صعبه، كلام جارح، كلام اللي بيتوجه فيه كلام مش حقيقي، في اتهامات، في حاجات كتير قوي. لو ما عنديش تواضع وانسحاق قلب لا يمكن هيبقى طول الأناة موجودة عندي. عشان كده تعالوا مثلا مثال داود النبي برضو، لما جه في مرة من المرات وحصل إن واحد قعد يشتمه، فجي واحد من الناس اللي حواليه اللي هم تبعوا يعني، قال له إيه؟ سيبنا عليه خلص عليه. فإيه داود قال له إيه؟ قال له خليك كده، لا دعه لينظر الله إلى اتضاع عبده، خليني متضع وربنا هينظر الاتضاع دوت، وربنا هو اللي هيحاسب بعد كده، هو اللي ياخد الحق، هو اللي ينتقم، هو اللي يتعامل مع الشخص اللي يسيء لي. كام مرة لما أنا اتوجه لي كلام جارح وبدون وجه حق، يعني ظلم، على طول نفقد إيه؟ طول أناتي. عشان كده دايما لما الإنسان طول ما هو ماشي تتوجه له كلام جميل، الله عليك، الله على أخلاقك، الله على تعاملاتك، لسانك، تلاقي الإنسان ساعتها عمال إيه؟ يظهر تواضع. طب تواضع وطول أناته ده يظهر إمتى؟ لما يبقى فيه العكس. يعني إيه فيه العكس؟ كلام جارح أو ظلم. عارفين طبعا قصة الراهب اللي اتهم ظلما، انه عمل خطية، انه مثلا وقع في خطية مع واحد، وتطلع في الاخر انها ايه؟ مش راهب، دي راهب، لكنها ظلت محتفظة بطول أناتها الى اخر نفس في حياتها. فطول الأناة عشان اكتسبه لازم يبقى عندي ايه؟ تواضع. كل ما واحد يلمس الذات بتاعتي يحصل ايه؟ افقد تواضع، وما افقد تواضعي افقد طول أناتي. خلينا دايما بنا طويل ناحية ايه؟ اي واحد يسيء لي. طيب يبقى خمس حاجات هرجعهم معاكم يدونا طول الأناة. اول حاجة ايه؟ تسليم لإرادة ربنا. نمرة اتنين انه مسيرها تنتهي بعد المتاعب هتتحل. نمرة تلاتة اوعى تفقدي ودعتك ومحبتك. نمرة اربعة صلي لما تبقى عندك مشكلة. نمرة خمسة خلي فيه تواضع وفيه انسحاق للذات. طيب احنا ليه ما عندناش تواضع وطول أناة؟ خلينا نقول ليه ما عندناش طول أناة. حاجتين مهمين. نمرة واحد مستعجلين قوي النتائج. اوعى تستعجل النتائج. صلي وارفع المشكله لربنا وهي هتلاقي بتتحل في الوقت اللي هو عاوز. عشان كده دايما كيس تعلمنا نقول ايه؟ لتكن ارادتك ولتكن مشيئتك. اوعى نستعجل. نمره اتنين تاثرنا الشديد باحيانا الحاجات اللي حوالينا او اللي بنتفرج عليه. شفنا تمثيلية، قرينا حاجة، اتفرجنا على برنامج يأثر علينا، فتبقى ردود أفعالنا مش اللي تعلمناه واستلمناه من اللي كانوا قبلنا، لكن إيه؟ تأثرت باللي بنتفرج عليه. عشان كده مش غريب دلوقتي إن نلاقي في عنف شديد جدا في أسر، ولا أقصد الأسر الغير مسيحية، لكن إيه؟ الأسر المسيحية، ونلاقي فيه جرائم عنف شديد جوه الأسر المسيحية كناش بنسمع عنه زمان. وكانت دايما الأسر المسيحية مالها نموذج حلو، الناس كانت تبقى دايما بتاخده قدوة. إيه اللي حصل؟ اتأثرنا بالثقافات اللي حوالينا أو باللي نتفرج عليه. عشان كده حذاري من اللي احنا بنقعد نتفرج عليه، سواء على التلفزيون، نت، موبايل. كتير قوي جينا حاجات تخلينا ايه؟ بالنا مش طويل. حاجات اللي بتتبعت زي ما كنتوا بتتكلموا من شويه على 11، حاجات كتير تخلينا ايه؟ نفقد طول اناتنا. ربنا دايما يدينا ان احنا نكون محتفظين باناتنا طويله، ونتمثل بربنا اللي كان دايما طويل للاناه، يغفر لينا خطايانا واثامنا، ودايما مطول باله علينا. ربنا يدينا لالهنا المجد من الان والى الابد. امين. تفضلوا نصلي.